السلام عليكم. دونك حبيت ندير لا فيديو هذه بارابور واش صرا البارح، بارابور واش راهي سيركولي سير سير لي ريزو سوسيو، سورتو كالك باج. كاين واحد دي فوتو ان سيلفي، هو في الحقيقه ماشي ان سيلفي، اللي راهي يدور في الفيسبوك كوم سي زعما درنا دي سيلفي مع واحد محروق ومنا. وكاين مام اللي يا كوزينا بلي زعما بون جو بارل دو موا ميم، انا نهضر على روحي زعما كوم سي انا اللي حرقت ولا شاك في هذيك. بون البارح انا كنت في الاربعاء انا في راس نجويه العشيه، كنت العشيه لابري ميدي، وكنا عاوننا باش نطفي واحد النار في جويه عزوزه في الشوب باسكو وصلت للديار. ومن ثم طلعنا انا وسيد صاحبي طلعنا للدار باش نستعفاو باسكو سخانه بزاف. طلعنا استعفينا حتى قرب شويه المغرب، خرجنا باش نشوفوا واش كاين وين وصلت النار ولا خر، باسكو رقدنا شويه. كي خرجنا لافي تلمو كاين شويه موفمون وصول اعانه ولا خر، انا درت اللايف هكذا، درت اللايف من كاميرا لي كاميون لي فوتو لي ديرو لي جاو من بومرداس لي جاو من الجي ولا خر. كون بارازار شفت في لابلاصه تاع بانا رمضان في سونتر فيك، شفت الناس مجمعين تما. حنا انا وصاحبي رحنا تما، و فينالمون لقينا السيد هذا اون كيلك سورت، هذا اللي ربي يرحمه زعما هو اللي دار هذا الشيء، وراهم يحرقوه وقتلوه والاخر. صافي كي وصلنا تما لقينا بارسك في لي ديرني طون تاعو تما، خلاص تحرق عنده شحال. دوكا شكون اللي جابو، كيفاش جابوه من لابوليس، كيفاش نحاو هذا كامل ما كناش حاضرين باسكو حنا نستعفاو، ما على باليش كاع واش صرا، غير واش شفت في لي فيديو كيما الناس. دونك الحاجه اللي بالك نغلط روحي ونتمنى يعني نتحمل مسؤوليتها، هي انه ما كانش لازم علينا نصوروا ولا نديفيزيو اللايف الانسان يتحرق، سواء انسان ولا حتى حيوان بالك عنده شويه حرمه. صافي هذه نعترف باللي خطا. وكاين شفت لي فوتو سو فيسبوك كوم سي مكتوب فيها كوم سي ان سيلفي، قالوا لي كيفاش دير سيلفي وتكتب فيها اللي حرق نحرقوه ولا بون. حبيت نقول لكم باللي هذاك ماشي سي با اون فوتو، ماشي صوره، هذاك سان فيديو داروا له كابتور ديكورون وكتبوه وديفيزوه في سير فيسبوك زعما كون كوا سي تشوفوا واش راه يكتب زعما التفريقة. وحنا وكونترا ديجا اللي شافوا لي اللايف اللي درتهم جوست اباري، كنت درت اللايف على الاعانات اللي وصلوا. صافي كيفاش منا نحرضوا على التفريقة، منا نديروا. دونك واش حبيت نقول لكم باللي انا اتبرا، انا باسمي وانا نهضر على روحي، انا اتبرا من ذلك الفعل باسكو انا المستوى نتاعي ما يسمحليش ندير هذاك الفعل باش زعما نجيب انسان. انا جا ما نقدرش نذبحها، صح الغلطه اللي درتها واللي نعترف اني درتها هو اني حكمتو كي درت اللايف نتاعي، حكمت السيد هذا كي قاعد يتحرق، درت اللايف نتاعي تما صح درتو، وكي حطيتو في ستوري شغل ما على باليش انايا ولا عنده بعد وحده اخر. هنا نستغرب باللي هنا درت الغلطه نتاعي، بصح باش نشارك في حاجه كيما هذيك انا نعتبرها يعني تعدات الجريمه. دوكا هو ولا ماشي هو ولا واحد اخر ولا باسكو قوات الهضره، كاين اللي يقول لك اودي هو اعترف باللي هو اللي دار، وكاين الناس يقول لك اودي ماشي هو اللي قتلو، اللي هذا السيد هذا تسمى تاع مليانه راه في الكوميساريه تاع لابوليس. المهم بعيدا عن كل لابوليميك هذه، انا نبرئ روحي من هذاك الفعل، والحاجه اللي يعني اتحمل مسؤوليتها واللي نعترف باللي غلط يعني ما كانش لازم ندير هذيك الحاجه، هي اني صورت هذاك الموقف وصورت هذيك الحشود، وما كانش نيتي حاجه واحده اخرى باسكو انا كي درت اللايف تما فت من البلاصه هذيك. وكي شفت الغاشي بار كيريوزيتي حنا دي زالجيريان رحت لتما وقعد ما على باليش انا كيفاش يعني داتني نفسي باش وليت صورت يعني المنظر كيما هذاك. حتى انا في الليل والله ما قدرت نرقد تلمو ليماج هذيك تاعو توجور تعاود، سوا هو ولا ماشي هو، حتى ويكون هو اللي دارها كومام حنا بشر، والانسان انسان عنده كرامه، كاين الدوله اللي تحاسبو، كاين العداله اللي تحاسبو.
دونك راني نوجه نداء ونوجه يعني رسالة، وراني نوضح في الأمور. الصورة اللي راهي تتداول على الفيسبوك والآخر زعما أني شاركت في هذاك العمل ولا، أنا بريء جدا. كي عادي صار هذاك العمل، أنا أصلا كنت راقد وما كنتش وحدي، وعندي شهود اللي كانوا معايا في الوقت هذاك. وطلعنا لافيل باريس قريب المغرب، يعني الجثة هذه باريس خلاص يعني كي رحنا تما، حتى انك ما تقدرش توقف تما، حتى المريحة ماشي مليحة والاخر صافي. كي جابوا والاخر غير واش شفت في الفيسبوك، كيما انا كيما الناس غير واش شفت في الفيسبوك. دونك انا بصفتي انا نهضر على باسمي ونهضر على روحي، نعتذر اعتذارا كبيرا مع باش كيفاش نعبر، نعتذر من عائلة المرحوم، نعتذر اني صورت هذاك المشهد ودرته في اللايف. ودايور جي ريكوبيري لي رول نتاعي، كاين الناس تواصلوا معايا قالوا لي الله يهديك نحيها لك هذا الشغل. الحمد لله ما كانش اللي ما يغلطش، انا نحيت اللايف، نحيت لي ستوري، نحيت كلش، حتى الفيسبوك نتاعي ديزاكتيفيتو باش هكذا، باش ما كي باسكو كاين الناس كيهضر معاك يقول لك كيفاش ودير هكذا وزعما انت استاذ ولا اخر. ما كانش اللي ما يغلطش، والغلطه نتاعي نعترف بها ونتحمل مسؤوليتها. انا نتحمل مسؤوليتي وراني وجهي وباين، اتحمل مسؤوليتي اني صورت هذاك المنظر، وانا اعتذر اعتذارا كبيرا وشديدا العائلة وحتى الجزائريين كامل، باسكو كاين اللي يعرفوني، كاين اللي يتابعوني، وكاين اللي يعني عندي صداقات معهم. نعتذر جدا عن هذاك المنظر وعن هذاك المشهد، اعتذر اني اقترفت هذاك الخطأ، وانا اعترف بهذاك الخطأ، وما كانش اللي ما يغلطش فينا خير الخطائين التوابين.